تامر ابراهيم عضو مجلس اداره شركه بيست ميديا. كلمنا عن سلسله بيست ميديا. والله احنا لما كنا بنفكر ان احنا نعمل حاجه جديده على اساس ان هي ما تبقاش زي المتداول في الماركت العادي يعني، فكرنا في موضوع 60 حلقه، وده مش معتاد او مش معتاد اكتر على الشعب المصري ان انت تمد بهذا الشكل، ولازم يبقى الورق مكتوب كويس قوي عشان ما يبقاش فيه تطويل ومط. فطبعا طاقم العمل استاذ هشام هلال واستاذ حازم فوده قاموا بشغل هايل جدا بحيث ان المسلسل يطلع بشكل جديد، وان شاء الله يعني الجماهير تقبله بقى باذن الله. ان شاء الله الابطال المسلسل. الفكره احنا كنا عايزين بطوله جماعيه، ان الناس كلها تبقى ادوارها تقيلة. يعني في بعض الابطال ان شاء الله الناس هتشوفهم بشكل غير اللي هم متعودين عليهم فيه، فده في حد ذاته هيبقى حاجة جديدة ان شاء الله وربنا يسهل. ان شاء الله اول عرض ليه على قناة النهار بداية من يوم 1 يناير، وباذن الله بره مصر بقى شغالين عليه دلوقتي ان شاء الله. يعني جزء بسيط بس ان شاء الله هنلحق المواعيد ما تقلقش. شكرا.